عسلامة، أنا محمود ورونتري رجعت. برشا فيكم تاخذوا لوريونتاسيون تاعهم، سي بون يعرفوا فين باش يمشيو يقراو، اما ما يعرفوش شنو الجو في الفاك. هذاك علاش بعد ما حكي لكم على الفاك في اورينتيني، باش نحكي لكم على شنو تنجموا تعملوا في الفاك في فيدني. الفاك اكسبيريونس جديده، اما كان تمشي انت تقرا وتروح كيما كنت تعمل في الليسي، راه مش بدل حتى شيء، ومش باش يعاونك باش تدبر خدمه. اللي باش يفيدك بالحق هو الحاجات اللي تعملهم برا من قرايتك، كيف الترافاي اسوسياتيف، لي كلوب، لي اسوسياسيون، اللي باش يحكينا عليهم توا اليوم. دونك في الفاك كي تدخل تقرا مشيت باش تلقاو اللي فما حاجه سكون ابل كلوب، اللي هو في وسط الفاك عباد جوينت خرين كيفكم انتوما ملامين يفون ديزاكتيفيتي كو سوا يعني في بزنس ولا تكنولوجي ولا كوميرس لو شنو تقراو انتوما، هذوما يعملوا البرا برا القرايه. اي باه لي كلوب هذوما سي اوبورتونيتي كبيره على الاخر ليكم انتوما باش تعملوا سكون ابل نتورك، معناتها باش تعملوا برشا عباد برشا معارف اللي بعدك يعاونوكم اسخطو باش تابليكيو اللي تقراو فيه في حاجه ريال. اللي يخرج من الفاك جينيرالمون تلقاه جوج مشى يقرا وروح ما عندوش اكسبيريونس، معناتها كي تحطو في الامر الواقع تلقاه ما جابش يخدم الحكايه اللي حطوه، ما جابش يحكي مع عباد اخرين، ما يعرفش يشد بروجي وحده، هذا الكل اللي يخلي برشا عباد يقول لك فماش خدم ويخرجوا بطاله اكسترا. اور كو جماعه اللي تعملت دي كلوب اي دخل في اسوسيون في قرايتهم لقاو فرصه باش يكومونيكيو مع عباد اخرين، باش يخدموا مع عباد اخرين، باش يطبقوا اللي قراوه. اي دوكو عملوا كل عوام اكسبيريونس وهما مازالوا يقراو، عرفتوا الفازه اللي 25 سنه اكسبيريونس هما مازالوا يتخرجوا، ما تقدرش تعملهم وانت تقرا بالكلوب اي بالاسوسيون هذوما. عباد راهو مضيعه تاع وقت، عباد اخرين ناكد لكم هما هذه الفرصه اللي يسحقوها. محمود عاش كيفاه تو الفازه. دونك هذا الكل باش نشوفوا في الفيديوهات الجايه، سو تابعونا لايك شير سبسكرايب اند باي.